ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قصة حقيقية. شاب يقول كنت جالس في قهوة قرأت قصته بنفسي. يقول كنت جالس في المقهى أرسل قصته لي في البريد. يقول فجأة دخل المقهى امرأة من أجمل ما رأت عيني حياتي ما شفت مثلها. يقول فأخذت أنظر إليها. يقول وتنظر إلي والعين تتكلم والعين تنطق نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. يقول فنادتني. يقول تبعتها لما خرجت من المقهى علمت أنني أتبعها فنادتني. يقول وأعطتني رقم هاتفها. يقول وكانت أسعد ليلة عندي أسعد ليلة. أخذت رقم فتاة أحبها أعجبت بها. يقول مرت الأيام أكلمها بالتليفون مرة ومرتين وثلاث وأربع. يقول لك للأسف اكتشفت أنها أكبر مني سنا. يقول لكن الجمال لا يدل على هذا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوية. إذا حب الإنسان خلاص ما في عيب لكن إذا أبغض ما في حسنة. يقول وظللت أكلمها ساعات طويلة اكتشفت أنها ثرية وعندها أموال يعني ميزة ثانية جمال ومال. واكتشفت أنها مطلقة سهلة كل مرة اكتشف شيء أسهل. يقول فتعلق قلبي بها. في يوم من الأيام قالت لي أريد منك أن تعينني في المال في التجارة. لا بأس حيها أنا فقير وطايح حظي. امرأة وجميلة وعندها فلوس وتبي تشغل لي مستعد. قالت لي تسافر إلى تلك البلد وتأتي ببضاعة بس روح للعنوان وهناك لما تروح في ناس يعلمونك شو تسوي. يقول وفرحت وذهبت على الدرجة الأولى إلى تلك البلاد وأحلام الآن حب حب كل شيء يسوي. يقول فلما دخلت الفندق الموعود طرق الباب علي شخص. فتحت الباب فإذا هي الفتاة نفسها خدعته. هي الموعودة هناك. قضية لا تجارة ولا شيء. القضية حرام القضية منكر القضية يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. في البداية يا أخي لا تكلمها في البداية لا تطالع في البداية الوقاية قبل ما تبدأ الآن في الاستدراج خطوات الشيطان. يقول فعلت المنكر لأول مرة ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول قلبي كله تلك الفتاة. شهور وأنا على هذه الحالة. يوم من الأيام يقول كنت مع أخي في السيارة. يقول انقلبت السيارة بنا. يقول أنا ما أصبت بأذى نجاني الرب عز وجل. يقول لكن أخي وكتب المنطقة اللي صار فيها الحادث بعد بس ما راح أذكرها. يقول فأخذت أخي مسرعا في الإسعاف إلى المستشفى. يقول الآن أنا همي الآن أخوي أحبه أخي. يقول أمام عيني ربما يموت الآن. يقول فقال لي الطبيب بعدما خرج من غرفة الطوارئ قال نريد الدم الآن حالا ما ينفع الدم الآن المثلج نريد الدم جاهز الآن للتبرع لهذا الشاب. من أنت؟ قلت أنا أخوك. ما فصيلة الدم كذا؟ قال يصلح بسرعة الآن تبرع للدم لأخيك قبل أن يموت. يقول عملوا فحص للدم قبل التبرع. أول ما تبرع فحصوا دمي. جاءني الطبيب قال لي ما يصلح دمك للتبرع. قلت ليش؟ أخوي راح يموت. قال بعدين أكلمك نريد دم آخر. يقول تعجبت وجدوا دما آخر وأنقذوا أخي. يقول أنقذ أخي من الموت. جئت للطبيب بعد هذا قلت له ولما لم تقبل دمي للتبرع؟ قال له أنت مريض. قلت كيف؟ قال دمك ملوث بفيروس الإيدز. أنت مريض بالإيدز. تدري يعني شنو؟ إعدام. مو إعدام السيف أرحم. إعدام مع التعذيب. بحياتكم شفتوا فيلم يصور لكم اللي يتابعون المسلسلات والأفلام والسينما شفتوا فيلم يصور لكم شلون مريض الإيدز يموت بشكل درامي شفتوا؟
ما قال لي أحد صراحة، لأنهم يعرفون لو صوروا كيفية المراحل التي يمر فيها مريض الإيدز حتى يموت نص اللي رايحين للشهوات يرتدعون، لكن ما يبون يخوفون الناس، ما يقولون لهم أن مريض الإيدز يمر بمراحل منها مرحلة الجنون الجزئي، يصير مجنون ويرجع، مجنون ويرجع، يصاب بصداع ما ينفع معه أي مسكن في الأرض، يوصل إلى درجة أجلكم الله خارج على نفسه، يوصل إلى درجة جلده يتقطع، يصل إلى درجة الشلل الجزئي ثم الشلل الكلي ثم الجنون والعتح ثم يفعل كل شيء، ثم يظل على هذه الحال شهور حتى يقبضه الله عز وجل، لا يموت فيها ولا يحيا. هذا مريض الإيدز يقول فاتصلت عليها، يقول وأنا يعني زعلان الحين وخايف عليها بعد، قلت لها تدرين أني أنا مريض؟ قالت لها بما؟ قال لها مريض بالإيدز. ضحكت، قلت لها لما تضحكين؟ قالت له أنت إحدى ضحاياي. شنو؟ قالت مو بس أنت، تقول أنا نقل إلي شاب الإيدز منذ سنوات وعاهدت نفسي أن أنقل هذا المرض لكل شاب أواجهه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.